في قلب قطاع غزة برز يحيى سنوار كأحد أبرز قادة حركة حماس. لمح سنوار النور في مخيم خان يونس عام 1962 وفي أروقة مدرسة خان يونس الثانوية للبنين بدأت رحلة التعلم، حيث انتقل إلى الجامعة الإسلامية في غزة، وهناك تخرج بشهادة ماجستير في الدراسات العربية. كان نشاطه الطلابي بداية لصعوده كأحد أبرز القادة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومن مقاعد الدراسة إلى ميادين القتال سجنته إسرائيل وحكمت عليه بأربعة مؤبدات. تم الإفراج عنه في عام 2011 في صفقة تبادل أسرى. بعد الإفراج عنه تولى قيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، ثم سرعان ما صعد إلى قمة هرم الحركة في غزة، حيث انتخب رئيساً لحماس عام 2017 وعزز سلطته في انتخابات جديدة عام 2021. وبعد أكثر من شهرين من خلافة إسماعيل هنية في حركة حماس، إسرائيل تعلن أن فحوصات الدي إن إي الأولية أثبتت مقتل يحيى السنوار في رفح جنوبي قطاع غزة.